السلام عليكم. أحداث أغسطس في صنعاء، هذا العنوان المهم في التاريخ اليمني الحديث، وتحديداً في العام 1961. لا يحظى هذا الحدث بحقه التاريخي بالحضور في الذاكرة السياسية لليمنيين والذاكرة الجمهورية على وجه التحديد، واستيعاب دروس التاريخ الجمهوري لأجيال الجمهورية. بحسب المرويات التاريخية، كان الفتيل الأول لاندلاع الصراع اعتقال مثنى جبران قائد المدفعية من قبل الفريق حسن العمري، ما أدى إلى خلق انقسام عسكري داخل الجيش الجمهوري ومحاولة تصفية أهم رموز الجيش الجمهوري آنذاك، الشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب. كان رفاق الجمهورية يوجهون السلاح إلى صدور بعضهم، وهم لم يكسبوا معركتهم مع الملكية، حينما كان خصمهم يتربص بهم في الجروف المحيطة بصنعاء. وما أقسى سلاح الثورة عندما يتوجه صوب صدور الثوار. الأطراف المتصارعة داخل الكيان الجمهوري، بينهم من يحمل فكرة الجمهورية بعدها حدث تحول جذري ويرفض عودة اليمن إلى ما قبل سبتمبر، وتيار يتقارب مع الملكية على حساب الفكرة الجمهورية الشاملة والجامعة. يرى التيار التقليدي في الكتلة الجمهورية الحيوية والشابة عائقا أمام تكوين مراكز النفوذ سلطة وثورة على حساب جمهورية الشعب الأفقية، التي من بين أهدافها إزالة الفوارق بين الطبقات ورفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يواصل مساهمته في تجديد الذاكرة الوطنية ومحاولة للتأمل في التاريخ السياسي وأخذ الدروس الجمهورية بمناقشة أحداث أغسطس بين مرحلتين. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أي يوم اليوم من أيام الحصار؟ يوم السبعين. السبعين بين ذاكرتين، صحيح. بين سبعين الأمس الذي منح الجمهورية اسمها، وبين سبعين اليوم الذي يذر رماده في عيون الجيل الثالث من أبناء شهداء الجمهورية الأولى. نضالات ثلاثة أجيال من أبناء وطن سعى فيه عبد الرقيب عبد الوهاب وزملاؤه لأن يكون وطنا للجميع، يكون فيه الناس مواطنين لا رعايا. تمضي أحلام اليمنيين بدولة قوية تحميهم من بعضهم البعض ومن هيمنة السلالة. تعود لذاكرة اليمنيين أحداث أغسطس 1968 وقصة فك الحصار وأبطالها، والتي انتهت بتصفية أبطال نصر السبعين والتمثيل بجثثهم، لتعود الذاكرة ذاتها تتأمل ما آل إليه ميدان السبعين الذي لا يزال يحمل في وجدان اليمنيين تلك القصة الخالدة. يعيد التاريخ قراءته لذكرى الارتداد عن الجمهورية وما واجهته الثورة السبتمبرية الفتية من عملية التفاف نفذها الإمام المخلوع البدر، وما يقوم به المخلوع صالح من التفاف على ثورة فبراير وتحالفه مع الإماميين الجدد. حدثان وجمهوريتان وثورتان، وبينهما محاولات شتى لإفراغ الثورة من مضمونها ومصادرة آمال شعب مقهور تاق إلى الحرية والعدالة. ما تعيشه صنعاء في سياط اللحظة القاتلة وذاكرة السبعين كان الانقسام داخل المعسكر الجمهوري الذي أفرغ الجمهورية من مضمونها. كيف تحول بعض الجيش من الولاء للجمهورية اليمنية ونشيدها الوطني إلى حراس لعائلة صالح وقتلة مأجورين بيد ميليشيا؟ لم يكن 24 من أغسطس إلا تتويجاً لانقلاب صالح على الدولة وخيانة الجمهورية، كما حدث في 24 من أغسطس 68 من انقلاب تحت دعامة الفرز المناطقي في داخل المشروع الجمهوري آنذاك. تعود الذاكرة السياسية لإحياء ذكرى هذه المرحلة التي كانت منعطفاً بارزاً في تاريخ الجمهورية الناشئة حينها، والتحولات التاريخية التي جاهدت لتغيير الإرادة الوطنية والشعبية تحت لافتة المصالحة وإفراغ جمهورية سبتمبر من مضمونها. لا يغفل التاريخ هذه الأحداث، بل ويقتنص الفرص لإعادة التذكير بها. فما بين الإمام البدر المخلوع والإمام صالح المخلوع لا يزال التاريخ شاهداً على خونة الجمهورية. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ فؤاد عامر المدون والباحث من باريس، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء النور، أهلا بكم. أهلا بك أستاذ فؤاد. لو بدأنا بمراجعة تاريخية، ما هي أحداث أغسطس التي تلت الثورة؟ يعني أغلب المشاهدين وربما العديد من من يحاولون استرجاع التاريخ يجهلون ما الذي حدث بالضبط. نعم، بالطبع
بالنظر إلى الأحداث الحالية والتي تكاد تكون فيها نوع من التكرار لما حصل في نهاية الستينات من محاولات إفراغ المحتوى الجمهوري للثورة اليمنية لثورة سبتمبر، إذا أردنا أن نستعرض ما حصل في نهاية الستينات في خلال مؤتمر حرب، مؤتمر خمر، كان هناك مجموعة من السبتمبريين من الثوار حاولوا أن يأخذوا الطريق السهل من أجل بحسب بتقديرهم الذاتي في تلك الأحداث أن دعوات إلى المصالحة الوطنية، تحقيق السلام في اليمن، كفاية وور، يعني نفس المعطيات التي نسمعها اليوم من قبل بعض التيارات وبعض الجهات بدون أن يكون هناك حسم كامل لمسألة الدولة والجمهورية والثورة السبتمبرية. حتى أيضا من رمزية عندما نلاحظ أنه في مؤتمر خامر حتى حينما حضر لم يحضر الإمام البدر في مقابلة الجمهوريين، وإنما حضرت مجموعة من القبائل الموالين للملكية من كبار القبائل والمشايخ في استدراك تاريخ ايضا في لما يحصل اليوم الملكيين. ما رايناه امس في 24 اغسطس 2017 في السبعين ان الحوثي الذي لا يمتلك شعبيه، ليس له حاضنه اجتماعيه كبيره غالبا لا تتجاوز 3% او 4%، ايضا حاضنته على المستوى الشعبي اصبحت قليله جدا بسبب الاوضاع السياسيه والاقتصاديه. أظهروا يعني ما حصل في الأمس هي كانت يعني مسرحية استفاد من نعم. يبدو أن الاتصال قطع بالأستاذ فؤاد وهو كان يقدم لنا مراجعة تاريخية لما حدث أو مقاربة لما حدث بعد ثورة سبتمبر عام 1962 وما يحدث الآن من محاولات لجر التاريخ من جديد للعودة إلى نفس المربع. ربما وضع الأستاذ فؤاد يعني أمثلة لتلك الفترة محاولة المصالحة الوطنية. إذا عاد إلينا الأستاذ فؤاد. نعم. نعم استكمل حديثك. نعم تفضل لا بأس. نعم فالقصد أنه ما نلاحظه اليوم من خلال الصورة التي المكثفة التي جاءت إلينا هذا اليوم من ميدان السبعين ومقارنتها بالتاريخ الماضي نلاحظ أن هناك تشابه كثير، ونحن اليوم أمام منعطف جديد، يعني حتى بل إنه منعطف أكثر خطورة. في الماضي كان هناك طرف ملكي واحد، الآن لدينا طرفين ملكيين، يعني إذا جاز لنا التعبير. هناك طرف يريد أن يورث السلطة بغطاء جمهوري، بغطاء الانتماء لليمنيين والمزاج اليمني الغالب، وهناك طرف السلالة الإمامي. والطرفان لكن حاولوا من خلال هناك نوع من التحالف الموضوعي بينهم، والتي حاولت الصورة اليوم التي جاءت من السبعين أن تعكسها، أن الاتفاق السابق الذي حصل في قبل عامين والتي رعته إيران وبعض الدول أنه أن يكون الحكم لعلي عبد الله صالح أو لابنه كنوع من السلطة، يعني السلطة الحكومية والسلطة الاجتماعية والدينية والروحية هي سلطة البدر. إذن فنحن إزاء تهديدين خطيرين جدا، الثوب الذي يلبسه علي عبد الله صالح وميثله برمزيته من القضاء على أهداف سبتمبر. وإذا أردنا أن نراجع أهداف سبتمبر وهو كنوع إذا وهو نتوجه مثلا في خطابنا هذا إلى الذين تعاطفوا كثيرا بالنزول من أجل الانتصار لثورة سبتمبر وكانت بنوع من السذاجة، يعني علي عبد الله صالح إذا رجعنا اليوم أهداف 26 سبتمبر كلها نأخذها واحدا واحدا، إذا بدأنا من فكرة القضاء على الاستبداد وعلى الاستعمار، اليوم الإمامة ترجع وهو الذي ساهم بشكل كبير جدا في إعادة الإمامة إلينا من جديد، البناء جيش وطني. أين هو الجيش الوطني؟ أصبح لدينا اليوم جيش، اكتشفنا اليوم من أحداث 2011 وحتى اليوم أن هناك جيشا مناطقيا عنصريا أهدافه ليس له عقيدة وطنية فقط، ولاءه للعائلة وولاءه وعقيدته هي توريث الحكم من ما يسمى بالزعيم الملعب إلى ابنه. فكرة تحقيق المشروع البلد الديمقراطي، فكرة التوريث أيضا وهو الهدف الثالث، هو ضرب للفكرة هذه، فكرة الجمهورية الهدف من أهداف سبتمبر. الهدف الخامس وهو إزالة الفوارق والطبقيات وطبيعة المشروع الإمامي الذي تحالفه اليوم أيضا حتى على مستوى هناك
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هناك تباين كثير، هناك طبقات كثيرة، المجتمع متشظي، مجتمع متشظي اجتماعيا، متشظي طبقات كثيرة، لا يوجد هناك توزيع عادل للدخل والثروة بسبب الاحتكار للسلطة. هناك تقويض كامل لأهداف ثورة سبتمبر حصلت بسبب هذا التحالف غير المشروع ما بين طرف التوريث القبلي وطرف التوريث الإمامي السلالي. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ فؤاد أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ معن الدماج الكاتب والباحث من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ معن. يعني لو بدأنا معك بسؤال مباشر، لماذا ظلت أحداث أغسطس غائبة عن الرأي العام باستثناء ربما حضورها المحدد في أوساط نخب بعينها؟ أغسطس 68. نعم. السبب طبيعة ونتيجة الصراع بما فيها أحداث أغسطس، والذي استقر مصلحة القوى التقليدية في المعسكر الجمهوري مع العائدين من الملكيين، وبالتالي التاريخ السياسي العام لليمن ومن ضمنه أحداث أغسطس، سواء التي بدأت في مارس في الحديدة وانتهت بتصفية التيار الوطني واليساري والديمقراطي في الجيش في أحداث أغسطس، كانت مغيبة عن التاريخ السياسي والتاريخ العلمي وعن المدارس وعن المناهج وعن الإعلام، وتم استبدال التاريخ الحقيقي للشعب اليمني ولنضال المجتمع اليمني بمجموعة مفاهيم مجردة، بأحاديث أنا كنت أسميها في مرحلة سابقة الوطنية التجريدية، إفراغ كل المفاهيم والأفكار والتاريخ من الحقائق ومن الطبيعة التصارعية والصراع الاجتماعي لمصلحة كلمات مجردة لا تعكس شيئا، ولكنها تعمي الناس عن طبيعة الظروف الحقيقية وعن طبيعة مصالحهم، وتكرس طبيعة مصالح الطبقة السائدة. نعم. التي لم تكن تخدمها الحقائق في كل الأحوال. طيب برأيك أستاذ أمان، يعني لماذا تتكرر الانقسامات داخل المشروع الجمهوري؟ الانقسامات طبيعية في كل الكتل الاجتماعية وفي كل المجتمعات. المسألة هي لماذا هذه الانقسامات غير منتجة، وكأن علينا أن نعيد تكرير صراعات الماضي وأن نعيد الانقسامات الغير منتجة التي تخدم القوى قبل الوطنية من ناحية والقوى المهيمنة على المال والثروة وأدوات الهيمنة العسكرية والأمنية. الأسباب تعود إلى طبيعة النخب السياسية التي تشكلت منذ بداية الحركة الوطنية وحتى السبعينات والثمانينات، وطبيعة البنية الاجتماعية. في الواقع نحن مجتمع ريفي، أغلب السكان يعيشون في الأرياف وفي الوسط القبلي والوسط الريفي، وسكان المدن هم تقريبا في حدود 30 أو ربع السكان فقط، وأغلبهم ينتمون إلى التكوينات القبلية والعشائرية والريفية، وبالتالي الحس المدني والحس التنظيمي والتنظيم السياسي والفكر السياسي الحديث ما زالت ضعيفة الجذور في المجتمع اليمني. هناك حركة سياسية قد تبدو مبشرة، وهناك انخراط سياسي ووعي سياسي في المجتمع اليمني ربما أكثر من بقية المجتمعات التي تعيش ظروفه، لكن مستوى التنظم الاجتماعي ومستوى الوعي الاجتماعي ما زالت محدودة لأسباب تاريخية في الواقع. نعم، إذا أستاذ أمان، يعني هنالك من يتحدث على أن نفي الحكومة في عدن والمحافظ يشبه النفي الذي حدث لبعض الثوار في 68 إلى الجزائر، هل يمكن مقاربة الوضع بهذا الشكل؟ لا، هناك فرق كبير في الواقع. نعم. أول شيء، لا دولة الرئيس هادي ولا حكومته حكومة ثورية مثل ما كانوا الضباط الذين نفوا إلى الجزائر بذات المجموعة عبد الرقيب عبد الوهاب. نعم. ولا تفجر الأوضاع يعود فقط للأسباب المحلية ومحاولة تراب الصدع في داخل الجيش. نحن أزاء ثورة اجتماعية منذ 6 أو 7 سنوات، وأزاء صراع مسلح نتج عن الردة الرجعية لقوى الثورة المضادة الصالحية الحوثية منذ 3 سنوات، و هناك أزمات وتراكمات اجتماعية أخذت شكل قبل وطني وأخذت بعد جهوي، وصبغتها الجائحة الحوثية بطابع السلالي والطابع الطائفي. والقصة في أحداث أغسطس وفي نفي الضباط على أساس تهدئة الصراع داخل المؤسسة العسكرية في 68 وفي الواقع تصفيتها من العناصر الديمقراطية والوطنية،
مختلفة إلى حد كبير. كان هناك صراع فيه طرف ثوري محدد المعالم كان قد ربح الحرب واستطاع أن يفك الحصار على صنعاء، وطرف من القوى الجيش المرتبطة بالبنية الاجتماعية المتخلفة وبالملكيين العائدين، وهذا أمر مختلف تماما عن طبيعة الصراع الحالي. نعم، إذا أستاذ مان، يعني أدوات الثورة المضادة في سبتمبر تشبه إلى حد ما أدوات الثورة المضادة في فبراير، لماذا لا تتعلم النخب من الدروس التاريخية، تعلم الثوار مما حدث حتى يستطيعوا مجابهة ما يحدث على بصيرة؟ له في الواقع ثورة فبراير تتميز بأنها ثورة شعبية منذ البداية، بينما كانت ثورة 26 سبتمبر هي بالأساس حركة جيش مع تحولها إلى صراع أهلي وحرب أهلية وتدخل السعودية وتدخل مصر لدعم الثورة، تحولت إلى نزاع اجتماعي واسع وتحولت إلى ثورة في الواقع. أما ثورة فبراير فعلى العكس، هي ثورة شعبية قادتها جماهير الطلاب والمدنيين في المدن بالأساس، بعكس الصراعات السابقة التي كانت تقودها نخب ريفية وقبلية. وربما هذا أحد أسباب ضعف ثورة فبراير، أنها فشلت في الانتقال والتجذر في الوسط الريفي والقبلي، ربما لأن هناك طرف من أطراف الثورة من ناحية كان معاديا للوسط الريفي والوسط القبلي في خطابه وفي ممارسته، وهذا ينم عن ضيق أفق كبير، وطرف آخر كان منغمس مع القوى المهيمنة على الريف وعلى القبيلة، وكان لا يريد أن يحدث أي تغيير جدي وعميق في تلك الأوساط، فقط كان يريد أن تبقى دولة علي عبد الله صالح مثلما هي من دون علي عبد الله صالح، فقط تغيير بعض الأشخاص ويظل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي مثلما كان. فثورة فبراير ثورة شعبية وهي ضعيفة في الجيش، لأنها بالأخير حركة سكان المدن وحركة طلاب وعمال و يعني بالأساس هذا يجعلها ضعيفة في الوسط الاجتماعي اليمني رغم تجذرها الشعبي الكبير. وأيضا كان دور الأحزاب في ثورة فبراير دور سلبي لا أقصى حد، رغم أن كوادرها هي التي ملأت وقادت الساحات وقدمت نوعية جيدة من الخطاب على مستوى القواعد، لكن القيادة العليا للأحزاب وبنية القرار داخل الأحزاب كانت في الواقع ضيقة الأفق وقادت الثورة إلى المأزق، بينما لعبت الحركة الوطنية حركة القومين العرب وكثير من التيارات والقطاعات دورا إيجابيا في ثورة 26 سبتمبر. نظمت الحرس الوطني، ساهمت في إعطاء الدولة إلى كوادر متميزة ورفعت الخطاب السياسي إلى مستوى أعلى حتى من بداية الثورة. فمن ناحية بدأت عسكرية وهو دور الأحزاب إيجابي، بينما فبراير هي أساسا شعبية منذ اللحظة الأولى، وكانت في لحظة للأسف الشديد أغلب الأحزاب قد دخلت في مرحلة الموت السريري وتحولت إلى أجسام ضخمة ولكن فارغة وتفتقر إلى أي أفق وإلى أي اقتراحات بالحلول السياسية والوطنية. نعم، إذن أستاذ مان، يعني سأعود إليك فقط لمعرفة يعني عدم الاستفادة من دروس التاريخ، ولكن بعد أن أعود للأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، يعني ربما يعني الصراع المسلح لا يخلو من أهداف سياسية، ما الأهداف السياسية لكل طرف من أطراف الصراع آنذاك؟ في الماضي أم في الحاضر؟ نعم نعم أستاذ فؤاد أسمعك. نعم، حاليا يعني في الوقت الحاضر يعني الرسالة التي أراد إيصالها علي عبد الله صالح إنه الصورة التي رشحت إلينا من السبعين بالأمس هو أنه يريد أن يقود، يعني أراد أن يوجه عدة رسائل، هو يعني أحد هذه الرسائل للحوثي، صحيح أنه يملك القوة ويملك الجيش، يعني الصورة التي ظهرت إلينا أيضا أن علي عبد الله صالح أصبح مطية بشكل كبير جدا لتحالف الحوثي، وأن الفعل العسكري والأمني بشكل كبير جدا مسيطر عليه باستثناء يمكن قلب العاصمة من قبل قوات الحوثي والقوات الأمنية. أمس رأيت الاستخبارات الذي عينوه حديثا وهو أبو علي الحاكم. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى. أستاذ فؤاد ما زلت معنا؟ أستاذ فؤاد،
إذن فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل بك أستاذ فؤاد. أعود إليك أستاذ معن، يعني كنت سألت قبل الذهاب للأستاذ فؤاد حول يعني عدم الاستفادة من التجارب السابقة، من دروس التاريخ، مما يحدث أيضا لم يتم الاستفادة منها بشكل جيد، رغم أن يعني هناك من يقول بأن التاريخ يعيد تكرار نفسه بهذه الصورة أو بأخرى. والله التاريخ يتقدم ولكن ليس دائما إلى الأمام. مسألة غياب الاستفادة من الدروس تتعلق بطبيعة النخب السياسية والنخب الثقافية والنخب الحزبية، وهي في الواقع قد دخلت منذ وقت طويل، ربما ربع قرن، في أزمة كبيرة جدا، وبدأ أنها مقتنعة بالهامش الذي تركته السلطة وببعض المنافع البسيطة، وهي تلعب كانت في ذلك الملعب ومرتاحة إلى حد كبير، وجزء منها كانت جزء في الواقع من النخبة المالكة والنخبة الحاكمة ومندمجة في طبيعة المصالح الاجتماعية التي كان يمثلها نظام علي عبد الله صالح. وطبعا كأي نخب كانت بينها صراعات على الحصص وعلى النفوذ وعلى المصالح وعلى الأحجام، لكن لم تكن تمتلك بديلا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يعبر على المصالح الغالبية الشعبية. فطبيعة دخول الأزمات، دخول الأحزاب في أزمات كبرى إيديولوجية وفكرية، خصوصا أحزاب اليسار، وطبيعة الاندماج في المصالح والاستناد إلى نفس القاعدة الاجتماعية بالنسبة للإسلاميين، جعل العمل السياسي محصور في إطار ضيقة جدا ولا يخلو من التنافس البسيط على المصالح وعلى المواقع، لكن ليس أبدا في تصور نظام اجتماعي و دولة بعلاقة مختلفة مع المجتمع ذات المصالح، فئات وشرائح أوسع. وبقت المسألة ربما في إطار الصراع الذي يمكن أن نسميه الصراع الديمقراطي. كان هناك رغبة في توسيع الهامش الديمقراطي، منح الأحزاب قدرة أكبر على الوصول للسلطة، لكن على مستوى المضمون الاجتماعي الذي يهم الغالبية الشعبية التي كانت تغرق في البطالة والفقر و افتقار الخدمات والافتقار للأمان الاجتماعي وغياب مؤسسة التحاكم والتقاضي العادية حتى الذي هي أبسط أشكال يعني خدمات الدولة، كانت مغيبة. بالعكس كانت في أطراف حتى في أحزاب المعارضة، ربما معارضة بين قوسين، كانت مستفيدة من هذه الفوضى العارمة في البلد. وبالتالي المسألة تتعلق بطبيعة هذه النخب و نعم. لكن أستاذ معن يعني مثلا نعم جديدة. أستاذ معن يعني موضوعيا الأحزاب السياسية الآن يعني تعد ربما أكثر تنظيما، أكثر وضوحا، أكثر يعني هناك يعني أحزاب لها سياستها، لها أهدافها واضحة ربما بشكل أو بآخر. هذه القوى نفسها يعني لماذا تعيش الانقسام السياسي بهذه الآلية، رغم أن يعني يفترض أن تكون هي النخب المتصدرة للمشهد؟ والله الثورة أيضا نقلت الأزمة والانقسام الاجتماعي إلى داخل الأحزاب، في كل الأحزاب، حتى لو تعمقنا في المواقف من الانقلاب ومن الردة الحوثية الصالحية من الثورة المضادة، سنرى أن جزء كبير من النخب السياسية والثقافية والحزبية هي منقسمة في الواقع. ليس هنالك تقريبا حزب نجا، حتى الأحزاب التي استهدفت في رأس مالها الرمزي والأيديولوجي، وهناك حتى كانت مشاريع للاجتثاثها بالكامل كما واجه حزب الإصلاح، نرى أنه جزء من قيادته في الواقع تماهت مع الانقلاب ومع الحركة الردة والثورة المضادة في كل الأحزاب، وكل الأحزاب بلا استثناء هنا شاهدنا هذه الاختراقات. نعم. لأن الأحزاب لم تعد تعبر على برنامج سياسي واجتماعي وفكري محدد، وأصبحت مكان للالتقاء في المصالح أو محاولة إثارة انتباه السلطة للانتقال في مرحلة لاحقة لداخل النظام، كما شاهدنا مع نخب مختلفة في مختلف التيارات، يعني وبالتالي انفصلت عن المجتمع وعن مصالحه الاجتماعية. طبعا بالفعل ما ذكرتي أنها أصبحت أكثر تنظيما وأصبحت تمتلك أكثر عدد من الكادر ومن المثقفين، لكن لا تمتلك فكرة أو مشروع يستند إلى مصالح اجتماعية مختلفة. نعم. فقط ربما التمايز كان في المجال الديمقراطي، في مجال الحديث عن الحريات، أما النظام الاجتماعي والاقتصادي و
حياة المواطنين الأساسية، كأنه كان هناك موافقة على نظام علي عبد الله صالح وعلى خياراته. نعم، إذن وهناك خلاف حول الحصص مع بروز للنزعة طبعا المناطقية والجهوية والقبلية. نعم، سؤال أخير أستاذ مان، يعني كنت قد كتبت في السابق عن الجمهورية المطية التي يعني يستغلها كل طرف للأسف الشديد يعني لخيانة الجمهورية ذاتها، حدثني عن هذه الفكرة. والله المشكلة التعامل مع الألفاظ والمصطلحات. نعم. كثيرا ما يتم إفراغها من كل مضمونها الاجتماعي والسياسي والتاريخي وتحويلها إلى مجرد عدة لفظية لخدمة مصالح أحيانا تكون على نقيضها. يعني تاريخيا كان أكثر مفهوم يتم انتهاكه هو فكرة الديمقراطية، كان يتم التعامل مع الديمقراطية باعتبارها إجراءات من غير القيم التي تكمن وراءها، وكأن الديمقراطية مجرد تحشيد وانتخابات، ومع رفض أساسها الفكري والمبدئي والفلسفي الذي هي فكرة مساواة المواطنين وحريتهم. نعم. وبالتالي حتى كنا نسمع تعالوا للانتخاب وكأنه سنذهب للانتخاب إذا قالت الأغلبية بأننا لسنا أحرارا ولسنا متساويين، فعلينا أن نقبل ذلك سواء في مسألة حرية المرأة ومساواتها أو مساواة الاجتماعية أمام القانون أو موضوع الحقوق للفئة الشعبية، يتم تغطيتها بأن المسألة هي مسألة أغلبية وأقلية، بينما المسألة الأساسية في الديمقراطية هي فكرة المساواة وفكرة الحرية. كذلك في الجمهورية يتم فصل الجمهورية عن سياقها التاريخي والمفهومي. وهي الذي لا يمكن أن يفهم إلا من خلالها، لأن هناك ملكيات مثلا في السويد مثلا أفضل بكثير من الجمهورية. الجمهورية نعم، والديمقراطية نعم، والإسلام نعم، والاشتراكية نعم، لكن علينا دائما أن نسأل ديمقراطية لمصلحة من؟ نعم. جمهورية من؟ إسلام لمن؟ وكذلك اشتراكية لمصلحة من؟ من دون معرفة المصالح الاجتماعية وراء هذه الشعارات سيتم خداع الناس مرة إثر مرة. لنأخذ فكرة وموقف من أي شيء علينا أن ندرك طبيعة القوى والمصالح الاجتماعية التي وراءه وطبيعة تاريخه في كل مجتمع. ليست الجمهورية نفسها في أوروبا مثلها في الوطن العربي مثلها في البلدان الاشتراكية السابقة، وبالتالي الحوار ليس حوار مفاهيمي حول المصطلحات، الحوار حول المضمون الاجتماعي وحول المصالح الاجتماعية وحول المصالح الطبقية وحول البرنامج المجتمعي الذي تقف وراء هذه الشعارات. هناك من دعا ومن شجع الحشد المؤتمري بدعوة الجمهورية، ولا نرى جمهورية ولا جمهور في الأمر. نعم. القدرة على التحشيد مسألة أخرى، أكثر الأنظمة الشمولية والفاشية كانت تحشد وتستطيع أن تحشد، وتفسير وجود شعبية للثورة المضادة مهمة جدا، لأنه أيضا تسخيف هذه المسألة واعتبار أن هذا الجمهور كان دائما جمهور علي عبد الله صالح مسألة غير صحيحة. لم يستطع علي عبد الله صالح وهو في السلطة أن يحشد مثل الحشد الذي حشده اليوم، ببساطة لأن أغلب الشعب ما فيها الفئات القبلية والريفية كانت قد انحازت وخرجت في ثورة فبراير. لماذا ارتدت قطاعات شعبية عن الثورة وأعادت الالتحاق والالتحام بالنظام القديم؟ هذه مسألة من مسؤولية الناس الإجابة عليها. في جزء من الإجابة سلوك الأحزاب السياسية والنخب، فشل حكومة ما سمى بحكومة الوفاق وتقديمها نموذج سيء وسلبي وفاسد. صحيح. والأمر الآخر هذا الخطاب الغير وطني الذي دفع بقطاعات من المجتمع المنطقة الشمالية القبلية الزيدية بالعودة للالتحام بنظام علي عبد الله صالح وبالحوثي، لأن الطرف الآخر استخدم ضدهم خطابا غير وطني وخطاب مناطقي وخطاب طائفي، وتم التحريض على مناطقهم وعلى قبائلهم. حتى وهم معادي لعلي عبد الله صالح الحوثي سوف يقفون على الحيادة في أقل الأحوال. هناك الكثير من الأخطاء وهناك الكثير من الخطابات الغير وطنية والغير مسؤولة، وبالتالي العودة إلى روح فبراير، طرح مسألة الأغلبية الشعبية وتغيير النظام السياسي والاجتماعي لمصلحة الأغلبية الشعبية هو المطلوب. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. أستاذ فؤاد عامر، أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ فؤاد. استاذ فؤاد، يعني هل يمكن القول انه تم افراغ الجمهوريه من مضامينها السياسيه والاقتصاديه، وكيف تم ذلك خاصه بحديث الاستاذ معنو يتحدث عن اللعب بالمصطلحات وكيف تستخدم الجمهوريه كمطية لمن يود القفز على الاحداث، يتحمل مصطلح الجمهوريه ليقول انا جمهوري وهو يعني يسير باتجاه معاكس. نعم طبعا، هذا الافراغ الحاصل للمضمون الجمهوري هو ليس ولد اللحظه عموما، يعني هو في الاخير اذا اردنا ان نحلل شخصيه الرئيس السابق من البدايه، يعني ادارته للحكم طريق. نعم فقدنا الاتصال مرة أخرى أستاذ فؤاد، يبدو أن هناك إشكالية، ربما قد نعود معك بالهاتف لاستكمال هذه الحلقة. يعني الحديث عن الجمهورية كمصطلح يتم إفراغه كما تفضل بذلك الأستاذ معن دماج، يعني هناك من يتحدث عن أن هذا المصطلح الذي يجب أن يحافظ على بريقه، يحافظ على المعنى الذي يعني المعنى الذي يجب أن يقدم للأجيال القادمة، يجب أن يحتفظ. عاد إلينا الأستاذ فؤاد. نعم تفضل أستاذ فؤاد، يعني استكمل فكرتك في الحديث عن إفراغ الجمهورية من مضامينها. نعم الإفراغ هو كما قلنا هو ليس وليد اللحظة، يعني الإفراغ هو بدأ مسيرته من حين تولي الرئيس السابق عبد الله صالح السلطة. طريقة تعامله مع مشروع الوحدة، مع حرب 94، مع الملف الحديدي، مع السعودية وعمان، صفر مشاكل مع الجوار، إعطائهم جزء من الهدية من أجل أن يستقيم له الحكم على غرار الملكية المجاورة. علي عبد الله صالح هو يدرك أن الديمقراطية والجمهورية مصطلحات مزعجة، يعني نحن يجب أن لا ننسى أن الديمقراطية والجمهورية والمصطلحات ومضامين الجمهورية الحديثة، نحن نعيش في بيئة معادية لهذه الأفكار إقليميا، نحن نعيش بين ملكيات، بين الدكتاتوريات، كلها معادية لهذه المضامين، ولن يكون من السهل إقناعها، وهذا هو دور يعني النخب السياسية الحاكمة الآن في اليمن والحكومة، أنها تقوم بحوار، أن صيغة إعادة الحكم التوريثي سواء لعلي عبد الله صالح أو للحوثي ليست صيغة مناسبة لليمنيين. اليمنيين شعب متنوع بشكل كبير جدا، على مختلفين من ناحية الاجتماعية من نواحي كثيرة عن شعوب دول الخليج، يعني الدول الخليج الممالك الخليجية مثلا المملكة السعودية بدأت أسرة بن سعود من القرن الثامن عشر، ومنتصف القرن الثاني عشر هي التي أنشأت الدولة السعودية، في داخل الإمارات نفس الشيء، في داخل الكويت هذه الأسر هي ملكية لأنها يعني لأنها هي التي ساهمت بشكل كبير جدا في ظهور هذا الحكم والدولة الحالية في هذه الممالك. لكن في اليمن له عمق تاريخي كبير، اليمن عمره 5000 سنة، 1000 سنة من الدولة، وإن كانت متفرقة وإن كانت حروب، اليمن له يعني له تعريفات، له مضمون قوي لمسألة الهوية ومسألة الأمة لا تتناسب معه هذه الصيغة الموجودة في دول الخليج، إلا إذا كانت حالتين فقط، يعني في حالة إنه مثلا علي عبد الله صالح يعمل حكم على غرار ما هو موجود في كوريا الشمالية من قمع وإرهاب وغطاء من الصين وروسيا، وهذا أصبح مستهير في عصر الصورة، في عصر الإنترنت، في عصر الشباب، في عصر الثوار، في عصر الآن المراهقين حين يتبادلون اليوم في منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما يتم تبادل السلطة بين الرئيس السابق الفرنسي والرئيس الذي بعده، حتى في أفريقيا تحولت إلى ديمقراطيات في داخل زيمبابوي، في داخل الجابون، في داخل غينيا، في داخل غانا، في داخل يعني الآن هي يعني تيار ديمقراطي يجتاح العالم، يجتاح المنطقة ما حوالينا المنطقة العربية، ومن الصعب العودة إلى مسألة وفكرة فكرة الوراثة وتوريث الحكم، هذه فكرة تجاوز الزمن والتاريخ، تجاوز الزمن، فكرة من السياسة مع الوقت الحاضر تجاوزها التاريخ، لم يعد بالإمكان لا. اليوم إقناع الناس، إقناع شعب بأن أنا آتي لأحكمك بمنطق سلالي، بمنطق إمامي، بمنطق إن أنا ابن النبي، بمنطق عرقي، بمنطق أنني بمنطق علي عبد الله صالح، بمنطق التوريث، أنني أنا الأفضل، واللعب على هذا المنطق، يعني في الأخير في فكرة الجمهورية لا تكون إلا ديمقراطية، ومن الصعب جدا أن نحاول مغالطة الناس، ولعل كثير من الذين خرجوا بالأمس يعني إلى حشود 70 كانت نواياهم طيبة، هم خرجوا
يعني بنواياهم الطيبه انهم سيشاركون في ولو يعني بجهدهم القليل من اجل استعاده الجمهوريه. من تستعيدها؟ تستعيدها من الشخص الذي بنى جيشا يعني في الاساس احاط العاصمه وبشوازي ليكون اجل ان يمرر مشروعه. من تستعيد الجمهوريه؟ من الشخص الذي اسهم في دخول العاصمه وبالامس كانت قوته موجوده ومشاركه في تامين العاصمه بينما حين كان محاصر الرئيس عبد الرب منصور هادي يعني لا يعني لم يستطع سوى بعض يعني بضع عشرات من حراسته الخاصه كانت موجوده للدفاع عنه في حين ان الجيش هذا هو الذي سلم الحكومه للملكيين مره اخرى. من تستعيد الجمهوريه؟ يعني من هذا الشيء يعني هذا الحكم السابق حكم كارثي على فكره الجمهوريه على فكره الدوله الوطنيه ايضا. نحن اليوم اليمن يعاني مهدد بتشظي، وهذا التشظي كان نتيجه لوضع خلقه علي عبد الله صالح في الجنوب في الشمال، عوده الفكره الاماميه، عوده المشاريع الانفصاليه في داخل الجنوب، هذه كلها كانت من نتاجه. حتى عوده حتى مساله الارهاب، يعني عندما الانسان يتابع ما يرشح من المراكز البحثيه ومن المراكز وفي الصحف العالميه التي لديها اطلاع، يعني يجد ان يعني هذا الشخص هذا الحاكم كان له يد كبيره في التواطؤ مع القاعده، مع تنظيم القاعده، مع تنظيم داعش، يعني في بعض القيادات الموجوده في الاجهزه السابقه في القوم والامن السياسي كانت مع هذه الجماعات، جماعه العوم. كل المصائب الموجوده حاليا هو يتحمل مسؤوليه مباشره عنها، ويجب عدم الانسياق، يجب عدم تجريب المجرب، يجب عدم يعني الوصول الى حلول، يعني يجب عدم تكرار نفس الحلول والادوات السابقه. اذا اردنا من نعم. اسمح لنا أستاذ فؤاد أن ينضم معنا أيضا الأستاذ حسين العمري رئيس المجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء من ألمانيا. مساء الخير أستاذ حسين. أهلا، مساء الخير أختي العزيزة، وأسعد الله أوقاتكم وشكرا على الاستضافة. أهلا بك معنا. أود أن أسألك فقط، لماذا تم تجاوز الظروف التي أدت لأحداث 68 كحدث تاريخي مغيب عن الكثير من الأجيال التي تلت هذا التاريخ؟ أختي العزيزة، قبل 68 كانت 62 وهي الثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر التي قام بها الأبطال الضباط الأحرار، ومن ضمنهم القائد الفد البطل عبد الله عبد العالم وعبد الرقيب عبد الوهاب وآخرين وعلي عبد المغني. طبعا الثورة مع الأسف وبنودها الستة لم تشهد تطبيقا حقيقيا واقعيا على أرض الواقع، بل عادوا ما كان يسمى بالحكم الإمامي والملكية، عادوا هنا عبر مؤتمر حرب وعبر المؤتمرات التشاورية التي أعادت الإمامية بصورة الجملوكية أو الجمهورية الظاهرية وفي الباطن هي ملكية. طبعا بقيوا كثير من الضباط الأحرار مثل عبد الله عبد العالم، مثل إبراهيم الحمدي وعبد الرقيب عبد الوهاب وآخرون، يعني بقيوا يحاولوا قدر الاستطاعة أن يصححوا مسار الجمهورية ومسار الثورة، ولكن عندما حصلت حركة يونيو بقيادة الزعيم الشهيد الراحل الرئيس إبراهيم محمد الحمدي وعبد الله عبد العالم أرادوا أن يسقطوا هذا التصحيح وتخلصوا من الشهيد الزعيم إبراهيم الحمدي وأخوه عبد الله، وثم أرادوا أن يتخلصوا أيضا من عبد العالم ومن آخرين، ومن استطاع أن ينفذ بجلده نفذ، ومن تم قتله وسحله، وفشلت جمهورية 26 سبتمبر مضمونا، ولكن بقيت جمهورية شكلا. وعلي عبد الله صالح أتى إلى الحكم بصفة جمهورية، ولكنه في داخله كان مبنيا إماما صغيرا إن لم يكن إماما كبيرا لا يقل عن الإمام أحمد أو الإمام يحيى. نعم، إذا أستاذ حسين، يعني لو حاولنا إسقاط يعني تلك الأحداث لأحداث اليوم السبعين بين ذاكرتين بين حدثين، كيف يمكن يعني الربط بينهما أو يعني مقاربة تاريخية لهما؟ أختي العزيزة، كما يعلم المشاهد الكريم بأن الثورة أجهضت ثورة 26 سبتمبر من عام 1962، ولكن بقيت هناك رموز من الجمهوريين ومن الضباط الأحرار الذي يحاولوا أن يصححوا قدر المستطاع، ولكن أنهم أسقطوها
نهائيا وسقطت الجمهوريه في 21 سبتمبر 2014. طبعا كان قائدها هو عساش علي عبد الله صالح، هو من سلم الاماميه الجدد واسقط الجمهوريه كليا. وما نراه اليوم هي عباره عن مسرحيه هم تجمعهم السلطه والثروه، وهم اماميين في دواخلهم ولكن في خوارجهم باسم الجمهوريين. وكنا نتمنى ان هذه الحشود التي اعدوا لها منذ اكثر من شهرين وصرفوا عليها المليارات، بينما الشعب اليمني يعيش حاله فقر مدقعه، كان من الاحرى والاقدر ان يصرفوها على مرتبات الموظفين وان يصرفوها على الفقراء والمساكين. وكنا نتمنى ان هذه الحشود لاستعاده الجمهوريه اعتصامات على مستوى العاصمه اليمنيه، ولكن ما لاحظنا انه عباره عن حشود لفتره لا تتعدى 15 دقيقه. واتى الرئيس السابق علي عبد الله صالح في خطاب ركيك وضحيك يظهر ضعفه ويظهر انهزامه ومعنوياته المنهاره في خلال 3 دقائق و4 دقائق، وكل من ذهب في حاله سبيله. وعادوا الاماميين بعدهم بعد 4 دقائق أو 5 دقائق، دخلوا الحوثيين باطقمهم مسلحين مدججين للسيطره على العاصمه صنعاء وجميع نوافذها. نعم فكان هذا كانه اتفاق مستحيل. نعم. متفق. نعم استاذ حسين، يعني في دقيقة أود أن أسألك أيضا، لماذا لم يستفد الجمهوريون من دروس التاريخ؟ لماذا تتكرر الأخطاء ذاتها؟ لماذا يعني لا يتم إسقاط التاريخ بأحداثه حتى يتم تلافي الأخطاء وتجاوز هذه الصعاب التي تقف دائما أمام الجمهورية والثورات؟ طبعا اختي العزيزه، الرئيس السابق هو ثعلب ماكر، وهو يجيد اللعب على والرقص على الثعابين ويجيد اللعبه بجميع قيوطها. هم يوهمون الناس بانهم جمهوريين وانهم يقومون بما قام به المشير السلال وما قام به عبد المغني وما قاموا به الثوار الاحرار، ولكن في حقيقه الامر تحققت في 21 سبتمبر 2014 وظهروا انهم اماميين وسلموا صنع العاصمه واسقطوا الجمهوريه. ولكن عملنا في الله كبير، ثم في الشرعيه بقياده فخامه الرئيس المشير الركن عبد الله منصور هادي وكل الاحرار الاشراف في قواتنا المسلحه الشرعيه. نعم. والمقاومه الشعبيه ان شاء الله سنستعيد الجمهوريه. اذا شكرا، شكرا جزيلا لك استاذ حسين العمري رئيس المجلس الاعلامي لمحافظه البيضاء، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة أخيرة لك أستاذ فؤاد، وأسألك السؤال ذاته الذي طرحته على الأستاذ حسين، يعني القوى السياسية والاجتماعية داخل مشروع الثورة لماذا تعيد الأخطاء ذاتها منذ نصف قرن؟ أين الخلل؟ أين يكمن الخلل برأيك؟ نعم، هو القوى السياسية يعني يجب أن في هناك بعض الاختلافات، يعني في الوقت يعني التجربة السياسية والحزبية عموما هي لم تكتمل، يعني هي تجربة ما زالت حديثة وليست لديها الكثير من الثقة في آخر مشروع الدولة. يعني في الأخير هذا له جانب، له جوانب اجتماعية وتاريخية عميقة يعني في التاريخ اليمني وفي ثقافتنا أيضا. يعني طريقة التداول السلمي للسلطة، هذه مفاهيم جديدة بدأت هنا من بعد في الستينات وفي السبعينيات، فكرة الديمقراطية، فكرة الجمهورية. يعني حتى في يعني اذا اردنا ان يعني ان ناخذ بعض الاقتباسات من الماضي القريب، يعني هيلاري كلينتون عندما زارت في عام 2009 يعني القوى اللقاء المشترك في صنعاء حينما زارت اليمن في تلك يعني الحدث الذي تداوله الاعلام في هذاك الوقت، طرحت لهم يعني لقادة اللقاء المشترك: هل انتم مستعدين لان تكونوا بديل لعلي عبد الله صالح وتمسكوا الحكم؟ كلهم اشاروا بالرفض. يعني الحادثه الثانيه عندما كان السفير الامريكي السابق موجود يعني في بيت عبد الرب المنصور خلال ثوره فبراير، واقترح يعني ان يتنازل علي عبد الله صالح بالحكم، يسلمه تماما، يتنحى عن الحكم تماما في بدايه الثوره، في بدايه الثوره قبل ان تبدا فكره المبادره الخليجيه. يعني قد كانت وصلت قوى الثوره والضغط الدولي في هذاك الوقت والزخم الثوري الموجود في العالم العربي في العالم اجمع في هذاك الوقت، رفضت ايضا حتى يعني شخصيات معينه في اللقاء المشترك، هم الذين قالوا للسفير الامريكي: نعم لكن نريد غطاء دولي لاننا لا نستطيع ان نتحمل مشروع الثوره هذا، لا نستطيع، نريد غطاء اقتصادي، نريد ان يعني ما زالت هذه الاحزاب ايضا قاصره في يعني هي احزاب لم تقدر بعد حتى الممارسات الديمقراطيه التي موجوده في داخلها. ايضا امر اخر، التجاذبات الاقليميه، يعني التجاذبات الاقليميه التي كانت موجوده في احداث في نهايه الستينات والان التي موجوده في الوقت الحاضر تكاد تكون متشابهه يعني قريبه يعني
في الماضي نعم. كانت يعني السعودية ومصر والقوات المصرية سبب انسحاب القوات المصرية لدواعي التفرغ للجبهة مع بالحرب مع إسرائيل إلى وجود فراغ كبير في تلك الفترة استغلته القوى الملكية التي كانت مجهزة أفضل يعني تسليحيا وماديا وكانت جسور الإمداد لها ما زال موجود. هو يتكرر الآن بشكل يعني بشكل أو بآخر لا يتكرر بنفس المعنى لكن يعني هناك رغبة لدى المجتمع الإقليمي حاليا إنه مع انخفاض أسعار النفط مع زيادة التكاليف الموجودة على دول التحالف العربي يريدون الوصول إلى شكل من أشكال الصيغة التسوية السياسية. أيضا الخط الأحمر الذي موضوع على بعض القوى السياسية والتخوف من مشروعها وهذا ما ينبغي أن يكون يعني أن حزب التجمع اليمني للإصلاح وأيضا الحكومة الشرعية يجب أن يقوموا بتقديم تطمينات كبيرة للمجتمع الإقليمي لا. وكان البادرة كانت بادرة جميلة جدا التي حصلت في تعز باتجاه فيما يتعلق بتحرير المخا والترحيب بتحرير مدينة تعز كانت بادرة يمكن البناء عليها في طمأنة المجتمع الإقليمي. نعم إذن أستاذ فؤاد يعني كان بيودي أن نستمر معك أكثر ولكن لضيق الوقت يؤسفني أن أنهي الحديث عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد عامر المدون والباحث كنت معنا عبر سكايب من باريس. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في الأسبوع المقبل كونوا برعاية الله وأمنه.